السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء الصف الثامن. أنهينا آخر إشي درس الأسماء الخمسة، راح نحاول نستذكره بصورة سريعة عشان نحل التدريبات. حكينا الأسماء الخمسة هي أبو أخو حمو فو وذو، وحكينا إنه هاي الأسماء الخمسة تعرب بالحروف وليس بالحركات، فهي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. طبعا هاي الأسماء الخمسة راح يكون شروط حتى إحنا نعربها بالحروف، راح يكون لنا شروط. أول شرط أن تكون مفردة، يعني لا تكون مثنى ولا جمع. ثاني شرط أن تكون مضافة إلى ضمير أو اسم ظاهر. طبعا الضمير تضاف إلى ضمير باستثناء ياء المتكلم، بمعنى أنها إذا أضيفت إلى ياء المتكلم لا تعتبر من الأسماء الخمسة وتعرب بالحركات. الآن راح نأخذ ملاحظات بالنسبة لفو. الآن كلمة فو تعتبر من الأسماء الخمسة، بينما كلمة فم لا تعتبر من الأسماء الخمسة زي ما حكينا. أيضا كلمة ذو أنا بعتبرها من الأسماء الخمسة إذا وردت بمعنى صاحب فقط، إذا جاءت بمعنى صاحب هنا تعتبر من الأسماء الخمسة وتعرب بالحروف. الآن راح نبلش نحل تدريبات الدرس اللي هي الوحدة السادسة. الأسماء الخمسة راح نبلش بتدريب واحد. املأ الفراغ بما يناسبه مما بين القوسين. واحد، ساعد فراغ في تحضير دروسه. طبعا في أمامي مجموعة من الخيارات اللي هي جميعها من الأسماء الخمسة، أخوك أخاك أخيك. الآن أنا قبل ما أحط الاسم المناسب في الفراغ المناسب طبعا راح أحطه حسب الموقع الإعرابي إذا كان في حالة الرفع أو النصب أو الجر. الآن راح أبدأ، بدي أنظر لأول كلمة عشان أميز الجملة هل هي فعلية أم اسمية. بما أنه بدأت بفعل وهو ساعد معناته هي جملة فعلية، راح أعرب الفعل عشان أعرف أحط الاسم. الآن ساعد فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، معناته أنا محتاج أحط في الفراغ مفعول به، وإحنا بنعرف أن المفعول به باللغة العربية دائما يأتي منصوبا، والأسماء الخمسة تنصب بالألف، معناته أنا راح أحط ساعد أخاك في تحضير دروسه، وراح تكون إعراب أخاك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. طبعا والضمير حكينا أي ضمير بيتصل بالأسماء الخمسة راح يكون إعرابه ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. الآن راح ننتقل للمثال الثاني. يا أبا راشد متى رجع أخيك من السفر؟ الآن رجع هي فعل ماضي مبني على الفتح، طبعا نعرف أنه بعد الفعل دائما بيجي فاعل، والفاعل بما أنه بحالة الرفع والأسماء الخمسة ترفع بالواو معناته راح أنا أحط كلمة حمو، وراح يكون إعرابها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. رح ننتقل للمثال الثالث. لي فراغ الحق في معرفة من تصاحبه. الآن بما أنها سبقت بحرف جر معناته رح يجي اسم مجرور، وإحنا بنعرف أن الأسماء الخمسة تجر بالياء، معناته رح أحط كلمة أبيك ورح يكون إعرابها اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. الآن رح نيجي للمثال أربعة. فراغ يقطر كلاما يتسم بالمنطق. بما أنه الفراغ في بداية الجملة وإحنا بنعرف أنه أي كلمة بتأتي في بداية الجملة رح نعربها مبتدأ، بما أنه المبتدأ مرفوع والأسماء الخمسة ترفع بالواو معناته رح أحط أنا كلمة فوكة، وراح يكون إعرابها مبتدأ مرفوع
وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. رح نيجي لخمسة، استعن بفراغ الخبرة في التخطيط للمشروع. طبعا سبقت بحرف جر معناته أنا رح أحط دي، طبعا أي إشي بيجي أي كلمة بعد الحرف الجر رح نعربها اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. رح ننتقل للمثال السادس، ضع يدك على فراغ عند التثاؤب. طبعا سبقت بحرف جر معناته رح يكون اسم مجرور والأسماء الخمسة تجر بالياء، معناته الكلمة المناسبة فيك ورح يكون إعرابها اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. الآن رح ننتقل إلى تدريب 2 وهو عين الأسماء الخمسة فيما يأتي. 1 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. الآن الأسماء الخمسة في الآية الأولى هي كلمة ذو. الآن إن حرف ناسخ، إن بتأخذ اسمه خبر، هو حرف ناسخ في التوكيد، اسمها دائما منصوب وخبرها مرفوع. بما أن الله اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، عزيز خبر إن أول مرفوع ولم ترفع تنوين الضم، معناته ذو راح تكون خبر لإن مرفوع وعلامة رفعه الواو طبعا لأنه من الأسماء الخمسة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. الآن الأسماء الخمسة هي كلمة فاه، طبعا راح يكون إعرابها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة طبعا، وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كلمة أخيه هي من الأسماء الخمسة، وبما أنها سبقت بحرف جر هي اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. طبعا الضمير المتصل بالأسماء الخمسة يعرب ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. ساعد ساهر أخاه في تحضير دروسه. الآن كلمة أخاه وقعت عليها المساعدة وهي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة طبعا، وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. أبو العلاء المعري شاعر فيلسوف. بما أنه كلمة أبو جاءت في بداية الجملة إذن هي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة طبعا. هنا أضيفت إلى اسم ظاهر وهو العلاء، معناته راح يكون العلاء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. لأبيك عليك واجب البر والرعاية الحسنة. لأبيك بما إنها سبقت بحرف جر معناته راح تكون أبيك اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة طبعا، وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. هل عاد أبوك من السفر؟ طبعا الأسماء الخمسة هي أبوك، بما أنها
سبقت بفعل معناته راح تكون هي فاعل، طبعا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. طبعا أي ضمير بيتصل من الأسماء الخمسة راح يكون إعرابه ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. 8. احذر فاك أن يسبق عقلك فينطق بما لا يمكن تداركه. احذر فاك، الآن فاك هي من الأسماء الخمسة وموقعها هنا، احذر أنت فاك هي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. طبعا حكينا الضمير دائما ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. الآن رح ننتقل إلى تدريب 3. الآن تدريب 3 رح نبين سبب الكلمات اللي تحتها خط لما لا تعد من الأسماء الخمسة. لما لا تعد الأسماء التي تحتها خط فيما يأتي من الأسماء الخمسة؟ 1. تحية إجلال لكل أب يقدر الحياة وينظر إليها بعين الأمل والتفاؤل. خلينا ننظر لكلمة أب. الآن إحنا حكينا شروط الأسماء الخمسة أن تضاف إلى ضمير باستثناء ياء المتكلم وإلى اسم ظاهر. الآن كلمة أب لم تضاف إلى ضمير ولا إلى اسم ظاهر، إذن هي ليست من الأسماء الخمسة لأنها لم تضاف إلى ضمير ولا اسم ظاهر. يا منير، أخواك نشيطان في نشر ثقافة الوسطية والاعتدال على مواقع التواصل الاجتماعي. أخواك، الآن هون ما اعتبرنا أخواك من الأسماء الخمسة، ليش؟ لأنه إحنا حكينا من شروط الأسماء الخمسة أن تكون مفردة. الآن هنا أخواك جاءت مثنى، إذن هي ليست من الأسماء الخمسة لأنها جاءت مثنى. نحن ورثنا عن آبائنا وأجدادنا حب الوطن. كلمة آبائنا ما اعتبرناها من الأسماء الخمسة، أيضا لأنها جاءت جمعا. كلمة آباء هي جمع، إذن هي ليست من الأسماء الخمسة. حضرت مع أمي وأبي مؤتمرا عن حقوق المرأة. الآن خلينا نطلع إلى كلمة أبي. إحنا قلنا من شروط الأسماء الخمسة أن تضاف إلى ضمير، صح؟ بس هون أبي الياء أبي أنا هي ياء المتكلم، بما أنها أضيفت إلى ياء المتكلم إذا إحنا ما بنعتبرها من الأسماء الخمسة، والسبب لأنها أضيفت إلى ياء المتكلم. خمسة، أنتما ذوا موهبة عالية. الآن كلمة ذوا هي ليست طبعا من الأسماء الخمسة لأنه من شروط الأسماء الخمسة أنها تكون مفردة. الآن ذوا لأنها جاءت مثنى. أكرم ذووك الضيف خير إكرام. الآن كلمة ذووك لم تأتي مفردة بل جاءت جمعا، إذن هي ليست من الأسماء الخمسة لأنها جاءت جمعا. الآن تدريب 4.
المطلوب من تدريب 4 أنه نضع الاسم. ضع الاسم أخوك أو أخيك في المكان المناسب فيما يأتي مع التعليل. يعني إما بنحط أخوك أو أخيك. فراغ الذي لا ينقض الدهر عهده ولا عند صرف الدهر يزور جانبه. فخذ من فراغ العفو واغفر ذنوبه ولا تك في كل الأمور تجانبه. الآن الفراغ الأول راح نحط، بما أنه بدنا نحط كلمة في بداية الجملة معناته راح تكون مبتدأ. طبعا إحنا بنعرف أن المبتدأ مرفوع والأسماء الخمسة ترفع بالواو، إذا راح أحط أنا كلمة أخوك وهي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، طبعا وهي مضاف والكاف هي ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. راح نشوف الثانية. فخذ من، بما أنه سبقت بحرف جر معناته راح يكون عندي اسم مجرور، بعد حرف الجر دائما يعرب اسم مجرور، فمعناته راح نحط أخيك لأنه الأسماء الخمسة تجر بالياء لأنها سبقت بحرف جر وهي اسم مجرور وعلامة جره الياء طبعا لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. الآن رح أقرأ نموذج في الإعراب اللي هو تدريب 5. قابل أباك بابتسامة، طبعا قابل فعل أمر مبني على السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. أباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، الباء حرف جر مبني على الكسر، ابتسامة اسم مجرور بالباء وعلامة جره تنوين الكسر الظاهر على آخره. الآن المطلوب منا إعراب ما تحته خط. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الخط تحت كلمة أبا، طبعا أبا هي من الأسماء الخمسة. راح نشوف شو سبقها عشان نقدر نعرف. الآن كان فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، طبعا كان وأخواتها بتأخذ اسمه خبر، اسم كان دائما مرفوع وهو محمد، اسم كان مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. الآن خبر كان منصوب، بما أنه من الأسماء الخمسة والأسماء الخمسة تنصب بالألف، إذا راح يكون إعراب أبا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة طبعا وهو مضاف. هنا أضيفت الأسماء الخمسة إلى اسم ظاهر وهو أحد، وأحد مضاف إليه مجرور وعلامة جره تنوين الكسر. ب: كان أبوك وأمك على حق حين نصحاك بالالتحاق بمركز التدريب المهني. الآن بدنا نعرف كلمة أبوك، طبعا أبوك هي من الأسماء الخمسة، سبقها كان أيضا، وكان إحنا حكينا بتأخذ اسمه خبر واسمها دائما مرفوع، معناته والأسماء الخمسة ترفع بالواو، إذا أبوك هي اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة طبعا وهو مضاف. حكينا أي ضمير بيتصل بالأسماء الخمسة رح يكون إعرابه
ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. جيم قال إبراهيم طوقان متحدثا عن الممرضات: مر الدواء بفيك حلو من عذوبة نطقهن. الآن كلمة بفيك طبعا هي من الأسماء الخمسة، بما أنها اتصلت بحرف جر إذن الباء رح يكون إعرابها حرف جر، وفيك اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. دال كل فتاة بأبيها معجبة. نفس الشيء كلمة بأبيها هي من الأسماء الخمسة وسبقت بحرف جر، إذن الباء حرف جر، وأبيها اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. ها أحترم كل ذي علم نافع. طبعا ذي من الأسماء الخمسة، أي كلمة بعد كل دائما تعرب مضاف إليه، دائما طبعا مضاف إليه مجرور، وبما إنه من الأسماء الخمسة راح يجر بالياء، إذن ذي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. طبعا هو مضاف، هون أضيف إلى اسم ظاهر وهو علم، وعلم مضاف إليه مجرور وعلامة جره تنوين الكسر. إن أخاك يحب الطبيعة. إن هو حرف ناسخ يفيد التوكيد، طبعا إن تأخذ اسم خبر، بس اسم إن يأتي منصوبا وخبرها مرفوعا، وبما أنه منصوب والأسماء الخمسة تنصب بالألف، إذا أخاك هو اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة طبعا زي ما عرفنا وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. الآن أخواك ماهران بأعمال صيانة الآلات الإلكترونية. الآن كلمة أخواك هل تعتبر من الأسماء الخمسة؟ الآن إعرابها هنا مبتدأ، لكنها ليست من الأسماء الخمسة لأنها جاءت مثنى، فأنا بعربها بالحركات وليس بالحروف. مثنى راح تكون علامة إعرابها علامة إعراب المثنى، إذن هي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. طبعا الكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. ويعطيكم العافية طلاب الأعزاء، ونكمل الحصة القادمة.